بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من 3 4 شهور كده كنت شغال مدرب حراسه مرمى، وبصراحه ربنا قررت ان انا اسيب المجال خالص وموضوع تدريب حراسه المرمى، لان الوضع مرهق جدا جدا جدا. انا كنت راجل حارس مرمى، وكنت حارس مرمى يعني ما كنتش واو ولا كنت بيرفكت ولا الكلام ده. اوقات كنت بعمل ماتشات كويسه، اوقات كنت بعوق وكنت بخربها وبنيل الدنيا وبخسر الفرقه. فبصراحه موضوع تدريب حراسه المرمى بالنسبه لي كان موضوع صعب، لان انت ممكن حارس تلاقيه غفلك كده وطلع غلط، ممكن تلاقي ان هو مروش النهارده، تلاقي ان هو متوتر النهارده، يلبسك في الحيط وتيجي بسم الله ما شاء الله الكارير بتاعك تلبسه وانت والمدير الفني واللي واقف على الخط. الكلام ده بصراحه حسيته تيبيكال كده مع منتخب تونس، ان منتخب تونس بالنسبه لنا هي تجربه شخصيه ليا، اللي هو تقعد تتفرج على منتخب تونس في 2019 تقعد تحس ان بسم الله ما شاء الله، يعني حراس مرمى تونس كلهم بيتسابقوا على مين اللي هيقدم مباراه سيئه. يعني انا فاكر معز بن شريفيه في 2019 كان ماتش بيقدم اداء كويس وماتش ثاني بيقدم اداء سيء، ماتش بيكون متوازن وماتش بيكون تحس ان تونس عندها حارس مرمى قوي، ماتش ثاني تحس ان تونس عندها حارس مرمى متكهرب، حارس مرمى خايف، حارس مرمى مقلق، حارس مرمى متوتر، حارس مرمى ممكن في اي لحظه يغرق المنتخب التونسي. فروبن مصطفى هو اللحظه الحاسمه اللي وصل ليها المنتخب التونسي في نهايه كاس الامم الافريقيه اللي كانت موجوده في مصر. مفترض ان فروبن مصطفى خد الفرصه بعد المعز، وبعد المعز حسن ما خربوها. فروبن مصطفى خد اللقطه بقى، فروبن مصطفى قرر ان هو هيشيل المنتخب، فروبن مصطفى هيقدم اداء كويس، فروبن مصطفى هيكون حاضر. ممكن يكون بيعاني من حته التصوبات البعيده او التصوبات القريبه، ممكن يكون موفق جدا في الكوره اللي جوه الست ياردة، بيتحرك عليها بطريقه كويسه والكور بيكون احيانا مرزق فيها، لان في كوره بتخبط فيك كحارس مرمى، مش كل كوره انت بتطلعها، في كور بتخبط فيك بتنجمك تحسك ان انت النهارده يومك فبتتالق، انما في كور ثانيه بتكون انت رايح عليها ومتاكد انك هتطلع بسم الله ما شاء الله، بتلاقي نفسك خيشت، فبتحس كده اللي هو انا عايز اطلع، انا عايز امسك رجلي، انا عايز اعمل شريف اكرامي ستايل حرفيا، اللي هو تعب قاعد كده عندي مشكله انا عايز اطلع انا مقلق. بصراحه الموضوع كان بالنسبه للمنتخب التونسي واضح ان هم عندهم مشكله في حراسه المرمى، بس هم طلعوا بمكسب فروبن مصطفى. فروبن مصطفى بقى وصلنا هنا كاس العرب بسم الله ما شاء الله، يعني المنتخب التونسي المكسب الوحيد اللي كان طالع منه من كاس الامم الافريقيه في 2019 كحارس مرمى لبس في الحيط. طب نعمل ايه بقى؟ معز بن شريفيه مش موجود، طب نرجع المعز حسن تاني. المعز حسن حارس بقى من نوعيه اللي هو ايه، ماتش وماتش، ماتش ممكن يكون فيه روح مانويل نوير جوه الملعب، وماتش تاني روح حريم، ماتش تاني تلاقي ان هو مش موجود خالص جوه الملعب، اللي هو معز ايه شوطه من نص الملعب ايه يلا طلع يا حبيبي، معلش كنت ناوي اخد الطريق بس الطريق ما جاش معايا، اللي هو إيه انت بتهرج يا حبيبي، طب اعمل طريق، الكوره شكلها حلو يا رايحه في الجول يا ابن اللذين، يا ابن ارحمونا ارحمونا والله العظيم، الاجوان اللي الاجوان اللي بيعملوه دلوقتي بيخلي الواحد الحمد لله بوس ايدك وش وظهر والله ان انت سيبنا المجال ده وخلاص خلصنا. بس بصراحه يعني معز وفاروق مصطفى ظالمين جدا منزل الكباير، لان منزل الكباير اول ما بتحاول تبني طريقتك بتدور على الجون اللي وراك، الجون ده هيقدر يشيلني في الهجمات المرتده او في الجيم المفتوح اللي انا عايز اعمله، طب هيقدر يشيلني في الكره العرضيه، طب بالنسبه للتصويبات، طب بالنسبه لواحد على واحد، طب بالنسبه للانفرادات. انما بصراحه كان مدرب حراس مرمى سابق مش شايف اي ميزه لفاروق مصطفى الا داخل الست ياردة، مش شايف اي ميزه للمعز حسن الا ان هو بصراحه مش شايف له ميزه، عشان ما اعرفش مش لاقي له ميزه، عشان انا اتفرجت على المعز حسن كتير مش لاقي له ميزه. حتى المعز من شريفيه بعز ما الترجي ما كان زنقنا احنا كاهلي وكان كسبنا 3-0، المعز اتشرط عليه تقريبا كره من نص الملعب ردها لمروان محسن، بس مروان قال له ماليش انا في الحاجات، ماليش انا في الحلال ولا الحرام بتاع الاهداف، انا مش بتاع اهداف خالص. بقى الحراس المرمى في المنتخب التونسي عندهم مشاكل، فانا نفسي اعرف بصراحه هل منتخب تونس بيحتوي على الثلاث حراس دول ولا في حراس مرمى غيرهم؟ عشان انا في ناس قالت لي ان في كان في حارس مميز في تونس وللاسف جاله رباط صليبي، فانا عايز اعرف يا جماعه المنتخب التونسي بيعاني من مشكله حراسه المرمى دي في الدوري برضه، ولا في الدوري في حراس مرمى مظلومين ومنذ الكباير مش عايز يضمهم؟ بصراحه قول لي عشان انا ما اعرفش والله، لو تعرف حد قول لي، لو ما تعرفش يا ريت نعرف بعض ان احنا المنتخب التونسي هيعاني جدا بسبب موضوع مركز حراسه المرمى ده، ويا ريت نعرف بعض القناه ونيجي لو هنشتم هنا في الكومنتات ولو هنعمل اي حاجه. تذكر حاجه واحده بس، ان انا لسه ماشي بالخرز الزرق هنا، وربنا يبارك وربنا يزيد لحراس المنتخب التونسي على المستوى الجيد اللي هم بيقدموه من وجهه نظرك انت، ويمكن انا كمدرب حراس كنت فاشل ونسيب المجال والكار ده مش كاري. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش قول لي يابا سيب كار اليوتيوب ده الكار ده مش كارك برضه.